أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ساسا إلهي لي سبحانه وتعالى قبلة يهود بيت المقدس وي قبلة النصارى نو حالي قرادو ماشي كصوب بعض وي، لكن هذا يهود قبلة أيقا واهد بيت المقدس نصارى، لكن وحالي ما إيسان هين الماشاس اختراع أيقا أي سميستين أو شيء إسكا أبورتين أي إهد باريري نين لديه جرى بوليس القسيس أي أسمي أرين تاسو مركي ورأس الهيس ونا يهود أي بيان كيس سيحوق لإن شاء الله تعالى سورة آل عمران أو تقدوناه وآل إيرين كاس مركي نبي الله عيسى لخفعي أو سمد الله كوري يلي أي حوكود أي باري دادك عيسى أيان لكل ما يوضح مركاسو حوكود أي وري عيسى قرآن دو حوية حدك آدي آد آن أجعلهي salaamteeda ayna maalin kasta dadkayga soo gaarsiisa aga gaarsiisa ee qoonkayga waxaad farta inay u jeheystaan qoraxdu meeshay ka soo baxayso ee salaada ay halkaas u dukadaan sidii ay sameeyeenaa ay kunay baadiyo beena leeyir ee qabrada hadda nasaaradu mid markaas waxa weeye oo markaas sharaaciida horo qadiimka ahayd kamid xataa ma ahna leeyir wala wallahi ayu dhay ilaahay in tabacta dad raacda sayidka maxamed ka haw awa oo mahawadooda ay kugu yeeraayaan من بعد ما كي قداشي صوت إلهي جاءك كوي مدي أو من العلم علم أهود إلهي أيضو وحي قاسو كوي مدي هداد هودو ذا راعدو إلهي لمن كاس أهلو كتابك إنك أدو إذن وقت قاس داد راعدو لمن الظالمين كوى ظالمين تأياتك متها إلهي حول سبحانه وتعالى ولا والله إن اتبعت داد راعدو أهواءهم هودو ذا داد راعدو إلهي ويكوي إلهي مرك هذا وحوي هودو ذا داد راعدو رسولك أن عليه الصلاة والسلام لو لقد روي فرلا وي رسولك عليه الصلاة والسلام معصوم وي قال هذا هو ذو مرها عايو وحلو لجي ذو أنك وي وحي لما عنتها لأين أشرفت لا يحبطن عملك ساسألو لجي ذا مرك عدا وحاوي أنك أن لجي ذا قال هذا هو ذو ذا ديئان رعنو أيضا وحي قاسو نوي مدي أو كتابك إلهي ونسوه قاري إن عن ظالمين عن نهي أي إلهي عدين يا ظالم نغفك دي إلهي ظالم وكتنا ما ظالم أهل نار وي أما سوا ظالم ومركز كافر وي تاس مركز وحال وقل يا خطر بال وقل يا ولا والله يعيو إلهي إن اتبعت دات راعد أهواء ومهودود من بعد ما كي قداشي صوت إلهي جاءك كوي مدي أو من العلم علم أهود إلهي علم قد محالك وده وحي وي قرآن كاس وي أدونك هذا عالم كقرآن كاس ملو البواق قاري ذاتك هذا ما أنت مسلمين تهو قالت إسكر راعاية wax udur daar oo ilaahay intiisa ka helaayeen ma jirto iskood bay u raaceen waxay ka helaan bay leeyeen cizina ku gaari maayo hada gaal raacitaankiisa ciz lagu gaari maayo aakhiradina way ku baabaysaa adduunkana ciz lagu gaari maayo sababtoo ah waxaanu arkayna dadkii waxa weeye gaalada raacay meesha u damartay innaka adu yow ilaahay ila waqtigaas lamina zalimiina kuwa zaliminta ayaa kamid tahay alladina kuwa aateena aanu seenow ilaahay هم أيجا الكتاب كتابك أنسيني يعرفون وي قرنيان هو نبيك وي قرنيان كما سيدا يعرفون أيو قرنيان أبناءهم ويشوض أيو قرنيان وإن فريقا فريق قول إلهي قيب أو منهم أيجا كمده لا يكتمون الحق حق أي قرنيان والحال هم أيجون يعلمون يكسوينهين وحا مركز نبي محمد أتكسو قنتاي وحا وي وحانو سومريني إن مارتيا نمان كان أهل كتابك قرهان يهودو صفات النبي عليه الصلاة والسلام أو توريت كتير لإني بدلين صفاين كأوفر بدن إني بدلين والتحريف بدن أي قصة مريم كتاب كودي آية رجم أي بدلين نبي عليه الصلاة والسلام وحوصان أهين أي كدقين مركا إلهي وهو كورمايا مداما من أهل العلم أيهين توريت نيقان إن مركاسي وحوي أي مركاسي قرن يا رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا مركاسي المهود ويش أي لأن أيو قرن يا بل سيداس كدران أي أغرانا يا مركاسو داي ألا الذين كوا آتينا آنو سيني هم أيغا الكتاب كتابك آن سيني يعرفونه رسولك وي غرانا يا كما سيدا يعرفون أي أغرانا يا أبناءهم ويلشو داي أغرانا يا سفدي سيكو غرانا يا أخو تطوضا قتيلي عبد الله ابن سلام سحابي ويناي أو يهودي قهي أيا وحاو داي لقد عرفته حين رأيته وحاو داي رسولك وان أقون صدا مركي آن أركي كما أعرف ابني تنويل كيغا او غرانايو ومعرفتي لمحمد اشد يو داي ولي و هاو داي غرشدا محمد ان غرانايا ايا دارن ماركاسا لغا سوالو وا سيده با ليرارنتاس
marka soo dhahay laana macrifati bibli dhaniya wuxuu dhahay garashada wiilkayga inuu wiilkayga aan u garanayo waa mid malaha u yiri maxay ilaa laanahu yahtamilu an yakuna min ghayri waxa suurtagal ah u dhahay cidan aniga ahayn ba inay dhashaa suurtagal ah u dhahay marna wuxuu dhahay walaa naxrifu ma yasnacu nisaa yu dhahay anagu ma naqaan u dhahay naagu waxay sameeyaan waxa suurtagal ah naagu meel kale inay ka keeneen laakiin waxa weeye ama macrifati bi muhammadin u dhahay garashadeeda nabi muhammad aan garanayo fahiya an ilaahi yu dhahay ilaahi xaqiisa ay ka timid taaso ilaahi xaqiisa ayay ka timiday oo allah subxaanahu wa tacaala ayaa ii khabray marka khabar ilaahi xaqiisa ka yimidne asaga shaki kuma jiri kara haba yaraatee saas ayaan markaasi waxa weeye ay iigu aqoon badan tahay garashada nabi maxamed sidaas ayuu dhahay waxa markaasi ay kuwan kale ku diidayaan waa shay maxlu cinaadin ah cinaad oo markaasi iska cad weeye alla markaa waxa uu dhahay subxaanahu wa tacaala kamaa yacrifuuna abna'ahum wa ina fariiqan fariiqow dha ilaahay oo minhum ayaga ka mid a la yaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan xaqa waxaa ka mid a sifada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi kutubtoodii ku tiilay ayay qarinayaan xaqa la qariya taas weeye waxaa ka mid a aayatu rajmiga ayay qarinayaan oo booskooda ay ku bedeleen ay ku bedeleen jaldi ay ku bedeleen iyo waxyaabo kale oo khuraafaad ay ku bedeleen marka ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xaqay qarinayaan u dhahay ilaahay walxaalhum iyaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin hada aladii anta calayhi waxaad ku sugan tahay nebi maxamedow marka ilaahay haddana wuxuu dhahay alxaqu xaqiyo u dhahay ilaahay min rabbika kaa'inun wuxuu ka ahaaday min rabbika xagga rabbigaa alxaqu xaqiyo u dhahay ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday falaa takuunanna ayuu dhahay ilaahay ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya mid ka mid a ha ahaanin alxaqu xaqi min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday ilaahay xaggiisa ayuu xaqu ka yimiday falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin udha ilaahay min almumtariina kuwa shakiya mid ka mid a ha ahaanin udha ilaahay walikulli wijhatun walikullin kulla arka waxaa u sugnaada udha ilaahay walikullin min alumami ayaa laga wadaa mid kastoo ummadaha ka mid a wijhatun qiblo ayuu udha ilaahay huwa isaguwa muwallihaa u jeesanaayo qolo kastoo ummadaha ilaahay oo adduunkan soo maray ka mid a waxay lahaayeen udha ilaahay meel ay markaasi u jahaysanayaan salaadood walikullin kulla arka waxaa u sugnaada udha ilaahay wijhatun qiblo udha ilaahay huwa isaguba muwallihaa u jeesanaayo fasabiqu lkhayraati khayraadka u degdega udha ilaahay oo daacada ilaahay u degdega iyo qabuulkeeda aynamaa meel allaale meeshii takuunu aad ahaataan ya'ti bikum ullaahu alla waa idinla imaanayaa jamiican xaal aatiin kuwa dhan ayuu ilaahay idinla imaanayaa aynamaa meel allaale meeshii takuunu aad ahaataan ya'ti bikum ullaahu alla waa idinla imaanayaa jamiican xaal aatiin kuwa dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan qof kasta meeshii markaasi uu ugaga dhinto amase waxa weeye bad ha ku dhinto ama buur ha ku dhinto ama baal ha cuno si kasta ha ahaato waxa weeye ilaahay maalinta qiyaamo dadka maxsharka ayuu isu wada keenayaa cid markaasi waxa weeye meeshaas ka baaqa karaysa oo markaasi ka faka karaysa ma jirto ha la gubo oo si kasta hale meydkiisa ha la gubo wax kasta ha la sameeyo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaayada dhammaantood ilaahay hal meel ayuu isugu keenayaa awooddaas ayaa ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala waa maalinta qiyaamo weeye qof walbana markaasi camalkeedi yaa lagu jaasinayaa in allaha alla u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye arka aayadda qaybta dambe waxay daliil u tahay qaybta hooye daliil u tahay maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala aynamaa takuunuu ya'ti bikum ullaahu jamiica meel allaala meesha aad ahaatiin u dhahay ilaahay ya'ti bikum ullaahu alla waa idinla imaanayaa jamiican xaal aatiin kuwa dhan meel kasta ilaahay waa idinkee aad ahaatiin aynamaadu aynamaa aynadu waxa weye ismu shardi oo jaasimi waaye waxay u jasminaysaa markaasi laba ficil takuunuuna waxa weeye ficlu shardi weeye majzuuman bixadfi nuuni weeye wowduna faacilki weeye ya'tina jawaabu shardiay noqonaysaa majzuuman bixadfi lyaa'i waaye ya'da xadafkeeda ayaa lagu reebay kasrada ayaana daliilu ah weeye bikumna waxay ku tacalluqaysaa ya'ti weeye wallaahuna waxa weeye ya'tidaas ayay iyaduna ku tacalluqaysaa weeye jamiicanna waa la xaalaynayaaho kaafta bikum ayaa laga xaalaynayaa waayahay marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala meel allaala meeshii aad ahaatiin ya'ti bikum ullaahu jamiica ilaahay dhammaantiin waa idinla imaanayaa fayujaasiikum biacmaalikum weeye marka acmaashiinii u idinku jaasinayaa qof markaasi baxso karta oo meel ku dhuumo karta
أما إلهي سبحانه وتعالى قري كرو ما جرت هوا يراته هذا تاسو مركز محي كينيسة دليل كيد واكن محي لو إلهي إن الله على كل شيء قدير أشا مركز الله متعليل قلي كريس إن الله الله إلهي على كل شيء شيء لأرك كل يصور إلهي قدير عليه كروي إلهي سبحانه وتعالى وهو البقادر أيكوية تاسا مركا وحي كينيسا خلائق دي من لدن آدم لغصوا بلابه إلا أن تقوم الساعة وحي مركاسي أدون كان كون كان مركاسي دين تمالكا ساقو دين تاني إن إلهي قيام محشر كيسو كانو وعدوا لو مركاسي أوجاسيو أود إلهي أيا مركاسي ساسا وي مركا عدوا أوقات إن مركاسي إلهي أوجاسيناي وعد إلهي كفاكا كارتا إسانجرين وعددكم عنها قاركود الدنيا ذان كليا إسانجيدان وحلو أبو رأيه وحي كسميسيهين بإسان قرنينين تاسو نصيب درهوهي إيا شايدان أو دادكاس لتغي أو مركاسي هوا دو دادكالية توصي كان قريه حقيقة دي كقريهين غنيسا ومن حيث ميشي أيو ليلهي خرجت آد بحضه هو صفر آد بحضه ولي وحاينو كجرنا حوان كو تعلق آي تحويل القبلة هذا آية دي هو وحاله غصوة ورمي رسولك عليه السلام إساق أو حاضر أه أو جوغ مركة أو جوغ ماشا أو قابل أيو قبلة ماشا أو كقابل أيو إيا مركاسي مركي أمديسون أي مركاس إيدون أي جوغتو أي مقيمين أيهين على أي تحادث قد مقيم أيهين مركة هذا هذه مثلا بماشا جوغ جرتي أو مقيم كأتكو هذا أتكا انتقاش أو أتكا تكتو أو أرلاك لا أتكتو قبل هذه نمر كاسي مال كلا أي كام مرتو. سيدا مثلاً بعد وحوي يدك كتجا يدل كين يوروب إيه مارت يا آسيا إيو أفريقيا مال قاركو تجاية. قبل هذه ماشي مركو رأيو آدم رأيو آدم ميس. تاسع مرك إلهي وكوره ما ياهو. قبل هذا مال كسو مر كاسي آتكتو. ماشي كوه آدم تيا سو جيسنيسا. مرك إلهي وحوي داير رسول كمر كاس سفر كشوي سفر كو وحياة بدنو كاب دليا. ومن حيث ماشي خرجت عاد بحضو إلهي. للسفر مثلاً ما سفر هذا بعضه مثلاً هذا سفر كينيسا صلاة دا سفر الله تسونا ساعات أصيح شيء سنة دا والله خصيصي ويه نافلة دا او مركاسي في السفر ايه دا مركاس وقفك صوب مقصده ماشا وقصو على الجهدية دا ايو مركاس ايو اجي سنة تاسا دي ايه دا سورة النساء ايه وتيدونا الله مركاس وحو داي ومن حيث ماشا خرجت عاد بحضو الالهي سفر إيه غير كيس بعضو بحضو فولي جيد يو الإلهي سيدك محمد كهو وجهك وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام جهديس وجهده وإنه كاس يو الإلهي مسجد الحرام لو جيستو للحق ومتحق ويه أو من ربك حق ربك آقا كهذا وإنه كاس للحق ومتحق هو الإلهي أو من ربك حق ربك آقا كهذا وما الله ألنا معهن بغافل عليها المانسن عما كي تعملون العمل فليسان أما عمل كي يعملون أي عمل فليان إلهي سبحانه وتعالى وهو البع عالم أيو كيهي أهرين تاسين وحاوية أهرين أو حقوية أهرين أو حقوية مركا هذا صفر مركي ليهي مركاسي مالك للا آده أو مركاسي مالك لقبلة إيكوسو آده وحيا بها مركاسي سود رنكرة أو مركاسي إن قبلة ماشي كاجه تأذر هادسه أي آيات داس إلهي أو نووشي أغي آيات رسولك قوندي صلى الله عليه ومدنا آيات دان كالان تود سي عام مركاسي اللي هو شيء قايو أصيح شيء وحوي عشر كينا آيات انتاس كوئك والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.